مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج ليال الكويت. نتمنى أن تقضوا معنا طبعا وقت ممتع مع هذه الحلقة والكثير من الفقرات في برنامج ليال الكويت. مساك الله بالخير أبو راشد، يعطيك ألف عافية وكل عام وحضرتك بخير وكل مشاهدينا في رابع أيام شهر رمضان المبارك، ومتواصلين معكم في برنامجكم اليومي ليال الكويت. ونذكركم تشاركون بهاشتاغ ليال الكويت لأي اقتراح ولمشاركتكم في حلقتنا اليوم. طبعا الكثير من الفقرات معنا اليوم في برنامج ليال الكويت، وطبعا يعني راح يكون عندنا تقارير ولقاءات وفقرات متميزة في حلقة اليوم. متابعونا وشاركونا على هاشتاغ ليال الكويت لأي سؤال ومشاركة، ستكون طبعا مشاركتكم معنا في البرنامج ويتم الاستفادة منها في فقرات هذا البرنامج إن شاء الله. يمكن أبو راشد احنا مستمرين مع المشاهدين في ليال الكويت نغطي يعني آخر القرارات الخاصة، واليوم اجتمع مجلس الوزراء الموقر من خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية وأصدر مجموعة من القرارات، كان من أهمها تكليف بلدية الكويت بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة قطع غيار السيارات. يمكن في أيضا عدة قرارات مهمة كانت اليوم بهذه الجلسة، وأيضا طبعا أخوي عبد الله جاء بتكليف من كل وزارة الصحة والإعلام وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتواجد على مدار 24 ساعة في كافة منافذ الدخول في البلاد من أجل الإسراع في عملية الإفراج الجمركي على السلع المستوردة. نعم، أخيرا كان في قرار بتكليف وزارة المالية بتوفير العدد المناسب من المحاجر المؤسسية لاستيعاب العدد اللي تقريبا هو 3000 يعني متوقع وصولهم مع عودة المواطنين خلال الأيام الجاية. ويمكن يعني براشد شهدنا في الأيام اللي طافت عودة المواطنين خلال مرحلة العودة الثالثة، وشفنا ما شاء الله تنظيم. اليوم بلشوا الثالثة يعني اليوم المرحلة الثالثة حتى 29 أبريل، ومن ثم تبدأ المرحلة الرابعة. كما صرح طبعا معالي وزير الخارجية الدكتور أحمد ناصر محمد أن طبعا اليوم المرحلة الثالثة بدأت وتستمر حتى 29 ومن ثم المرحلة الرابعة. ودعا طبعا في تغريدة لمعالي وزير الخارجية: ندعو الكل للتسجيل، للتسجيل في من الطلبة الذي يرغب بالعودة، التسجيل من خلال طبعا منصة معاكم. يعني نتمنى إن شاء الله ما نكمل رمضان أو بالأيام القليلة القادمة الكل يكون موجود معانا داخل الكويت، الكل إن شاء الله يعيد معانا أهلنا وطلبتنا وأخواننا وأخواتنا اللي بالخارج يعيدون معانا إن شاء الله في العيد وقبل العيد إن شاء الله موجودين إن شاء الله. براشد أيضا يعني سدد معالي وزير الخارجية بأن حتى المواطنين اللي موجودين اليوم خارج الكويت وما يبون يرجعون مع المواطنين اللي مسجلين في هالابليكيشن هم تدخلون على يعني موقع معاكم وتسجلون، حتى لو كنتوا ما تبون تجون الكويت في خلال هذه الفترة، يمكن الحياة الطبيعية عادت في بعض البلدان وحابينكم تكونون في أماكنكم. فيعني شيء جدا مهم خلال هذه الفترة نشدد على أن نرجع نسمع الأخبار من مصادرها الرئيسية، نبتعد شوي عن الإشاعات وعن بعض الأقاويل اللي قاعد نسمعها من هنا ومن هناك. نعم، الحين عندنا راح ننتقل حلقتنا اليوم فيها يعني ضيوف، واحنا شوي الحلقات ضيفة مميزة راح تكون. صحيح. وقبل لا نطلع طبعا مع فقرتنا مع اخونا علي مبارك، ان بالنسبة لاصحاب الجراجات او ممن انطبق عليهم القرارات اللي صدرت اليوم، لا يستعجلون في فتح هذه الجراجات او الاماكن هذه الا بعد يكون هناك طبعا بناء على قرار مجلس الوزراء هناك تم تكليف جهات معنية للتنسيق مع هذه الجراجات او هذه المحلات اللي ينطبق عليها هذه القرارات البلدية او الجهات المعنية الاخرى. نعم، اكيد تظلون تتابعون معنا مشاهدينا مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية مثل أكيد وزارة الإعلام وتلفزيون دولة الكويت، وزارة الصحة، أكيد موقع التواصل الحكومي. كل هذه هي المصادر اللي تأخذون منها الأخبار خلال هذه الفترة. احنا راح نبتدي معاكم إن شاء الله حلقتنا، لكن البداية راح تكون مع الزميل علي مبارك، وبعدها نستقبل ضيفتنا في ليالي الكويت. رمضان كريم والله أكرم، مبارك عليكم الشهر، مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده، مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده. اليوم
اليوم في ليالي الكويت، المحامية خولة مبارك الحساوي مع ابنها محمد مدور. مساكم الله بالخير، مبارك عليكم الشهر. مثل ما شفتوا في آخر الوقت بدأ يطلع عندنا بعض الأمور اللي موجودة في السوشيال ميديا، خصوصا على بعض المنتجات اللي موجودة إن مالها بلد منشأ، والناس قامت تتكلم عنها وإن ليش ما فيها بلد منشأ وهل في تقصير. اليوم رايحين دايركت حق المصدر عساس ناخذ منه المعلومة الصحيحة ويفند لنا بالضبط كل تساؤلاتكم. فاليوم معنا وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الفنية الأستاذ محمد العنزي، والناطق الرسمي لفريق الطوارئ للهيئة العامة للغذاء والتغذية الأخت وجد العثمان. حياكم الله. الله يحييك. يعطيك العافية أخوي محمد، ويعطيك العافية أختي وجد. الله يعافيك. مبارك عليكم الشهر. بندش على طول عليك تبارك بالسؤال. السؤال تفضل، شلون صار هذا الأمر؟ وهل فعلا احنا عندنا منتجات الدش الكويت ما فيها بلد منشأ؟ وطبعا السؤال اول شيء ودي تجاوبني عليه استاذ محمد. اول شيء امسي عليكم ومسي على المشاهدين بالخير، ونقول لهم مبارك عليكم الشهر. اليوم طلع تصريح وبيان رسمي من إدارة عام الجمارك. جميل. لا تدخل اي سلعة مجهولة المصدر أو المنشأ. جميل. فبالتالي الأمر هذا محسوم، يعني منتهي منه. شيء ثاني، داخل السوق المحلي ممنوع تداول أي سلعة مجهولة المنشأ. صحيح. وهذا دور وزارة التجارة. حلو. الحين نعم. خلنا نروح حق هيئة الغذاء الأخت وجد. هيئة الغذاء. نعم. بالنسبة لهيئة الغذاء صوب إدارة الأغذية المستوردة ما ترد أي إرسالية أو أي شحنة غذائية إلا لما يكون فيها شهادات صحية وشهادة من بلد المنشأ. ما في لحد الآن من تاريخ إنشاء هيئة الغذاء والتغذية أي شهادات أو إرساليات أتت جاية باسم إن المنشأ اسم قارة موجود عليها. لازم تكون موجود شهادة منشأ بالدولة اللي جاية منها هذه الإرسالية. فهذا بالنسبة لجهة الأغذية المستوردة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية. جميل. اللغط هذا اللي صار، الخطأ من منه؟ لأن الناس قاعدة تشوفه أن هذا خطأ في أسامي دول موجودة. شنو الوضع؟ شنو أنتوا شلون قاعدة تشوفون هذا الشيء اللي الناس قاعدة تشوفه أنه خطأ؟ سامحني أتكلم فيه، لأن تفضل. يبدو أن ذاكرتنا قصيرة. هذه الفيديوهات التي طلعت والاستيكرات اللي شفناها ترى قديمة. أوكي. المنتجات اللي اليوم شفناها أفريقي. أي. صحيح. هذا بناء أيضا أرجع إلى بيان الجمارك. صحيح. حدد أن لا يوجد بلد، إذا كان بلد المنشأ مجهول لا يدخل. لا يدخل. صح. فبالتالي هذا الأمر محسوم. الأفريقي هو جنوب أفريقي. أها. أوكي. هذا موجود وبياناتهم جميعها موجودة في الإدارة العامة للجمارك. هذا واحد. جميل. اثنين، أتمنى من المشاهدين وغيرهم من المستمعين، الفيديوهات اللي انتشرت قديمة جدا. يعني مو توه هذا الكلام، هذا مو توه. لا لا لا، قديمة. حتى في فيديو أخوي محمد، في فيديو 10 سنوات. صحيح. إحنا طلعنا 2009. 10 سنوات صار له. 10 سنوات. نعم. تفضل أخوي محمد، في عندك أي إضافة ثانية؟ أي نعم. أي. لا، إضافتي للأخوة المشاهدين. الجهات الحكومية تعمل لضمان سلامة الغذاء كافة. صحيح. سواء أول شيء من الإدارة العامة للجمارك مشكورين، والهيئة العامة للغذاء، ومن ثم وزارة التجارة وبلدية الكويت. وبالتالي الأمر كله يعني اللي قاعدين نشوفه
إعادة أشرطة ونبش أمور قديمة وتم حسمها من السابق أصلا. حلو صح. جميل. وأنا أقول نقطة أبي أقول نقطة إن في إحنا بالهيئة العامة للغذاء والتغذية في اللجنة العليا لسلامة الأغذية، وهي لجنة تشمل جميع الجهات الحكومية منها الصحة والتجارة والهيئة العامة للزراعة وغرفة التجارة معهد الأبحاث العلمية وهيئة الغذاء والتغذية، وأي قرار يصدر طبعا هذه اللجنة تجتمع دائما، وأي قرار يصدر يكون هذه كلها من توصيات عالمية، وإحنا نرجع وعندنا اتصال وضباط اتصال بكل الهيئات الغذائية الخارجية أو الخليجية وعلى تواصل دائم، وأي قرار يصدر من هذه اللجنة العليا، يعني لجنة فيها كل الجهات المسؤولة، ما أعتقد أن رح يصدرون قرار خاطئ. ومثل ما قال فيديوهات قديمة، وبالنسبة للمنتجات اللي قاعدين يتكلمون عنها الحين ومن دولة معينة، ما أدري إذا أنا أقدر أذكر اسم الدولة، هذه كلها خاطئة، وتم التشدد فعلا. إذا يعني يساعدني بهالموضوع الأخ محمد، كان في تشديد رقابة عليها لمدة سنتين ونصف، وخلال هذه السنتين ونصف ما في أي إرسالية طلع منها أي غذاء أو أي نوع أو أي صنف من أصناف الأغذية بعد الفحص المخبري، سواء فحص كيميائي أو فحص مايكروبيولوجي، ما تطابقت مع الشهادات اللي مرسلة من جمهورية مصر العربية. أستاذة وجد، فعل أستاذة وجد يعطيك ألف عافية، لأن فعلا جهودكم جدا جبارة وواضحة بخصوص كل الأغذية اللي قاعد تدش عندنا هنا بالكويت، وخصوصا الجمارك ووزارة التجارة اللي قاعد نشوف عندهم يعني قاعد شقالين على قدم وساق أساس إنه يكون المخزون الاستراتيجي للدولة موجود ومحافظين طبعا، وخصوصا إذا كان طبعاً يمس الصحة. فإحنا مثل هذه الفيديوهات لما يتكلمون أو أي إنسان يطلع إشاعة بهذا الخصوص ومثل هذا الشكل، وأنت مثل ما تفضلت مساعة قاعد تقولين أن هذا الفيديو صار له من 10 سنوات، ما أدري الناس ليش قاعد يسوون 10 سنوات، أي يعني ما أدري ليش قاعد يأخذون في هذا الفيديوهات لهذا المنحنى، أو أنهم بيهزون أمن، فما أنا ماني فاهم، بس ربي لك الحمد مشكورين مدام أنتم موجودين. أنا أبي أقول شغلة، يعني أتمنى، وأنت على السريع عشاني الله يخليك، من برامج المشاهدة أنا أتمنى من كل الناس سواء مقيمين مواطنين، أرجوكم لا تدزون أي فيديو أنتم مو متأكدين منه. سمعتوا يا جماعة الخير، واضح الكلام. الدولة على قدم وساق لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وهذا أولوية، ما نبي إحنا نشتت جهود الدولة بأمور صراحة ما لها أي يعني على أي قدر من الصحة. لما يقولون لي في 150 شخص متسمم، 150 شخص متسمم، أستاذة وجد ما راح تخلصين من هذا الموضوع. إحنا أساس كذي إحنا موجودين عشان نحاول بشتى الطرق إن ننفي هذه الإشاعات. مشكورين يا جماعة الخير، ومشكورين يا ضيوفنا الأعزاء. ملاحقة مروجي هذه الفيديوهات، لا تحاتين يعني إن شاء الله بإذن الكل أصلا التجارة نكون إيد بإيد على الداخلية. الداخلية مو مخلين هذا الشيء صدقيني. الله يعطيكم العافية ومشكورين، وأشكر وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون الفنية الأستاذ محمد العنزي، والناطق الرسمي لفريق الطوارئ للهيئة العامة للغذاء والتغذية الأخت وجد العثمان. يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين، ونشوفكم إن شاء الله على خير. بارك عليكم شهر، والله يتقبل صيامكم وقيامكم. مبارك عليكم الشهر، وعساكم من العايدين والفايزين. أحد أبواب الجنة هي الوالد والوالدة، فإحنا نحافظ عليهم طالما أنهم حيين، نحافظ عليهم ونهنيها في مناسبة عيد الأم. والله يطول في عمر والدتي وعمر أمهاتكم جميعا. سيدة الأعمال والمحامية التي لها بصمات إيجابية، رسائلها للمجتمع في ظل انتشار أزمة كورونا، علاقتها بالأهل والأبناء في ظل الأوضاع الراهنة. الحين في ليالي الكويت، خولة مبارك الحساوي وابنها محمد مدو. يا هلا فيكم.
مستمرين معكم في فقراتنا، والحين عندنا طبعا لقاء مميز مع طبعا أستاذة ومحامية وسيدة أعمال ومميزة في شخصيتها، السيدة خولة مبارك الحساوي ابنها محمد مدو. حياكم الله معنا في برنامج الكويت، ومبارك عليكم الشهر. الله يحييك أكثر، يبارك في عمرك إن شاء الله. حياكم الله وكل عام وحضراتكم بخير. الله يطول. ودنا بالبداية أستاذة خولة نتكلم على الجدول الخاص بحضرتك في شهر رمضان مع الحظر الجزئي اللي احنا متواجدين فيه، بداية الأزمة من سالفة كورونا، واليوم طلعناك احنا شوي من هذا الحظر ونورتينا في ليالي الكويت. قبل أن ندخل في موضوعنا، طالما باركتوا لي بالشهر أنا أنتهز الفرصة وبارك حق صاحب السمو أمير البلاد الله يخلي على رأسنا وولي عهد الأمين، وبارك للشعب الكويتي كافة. آمين يا رب. أما بالنسبة للحظر، بالنسبة لي أنا أعتبر أنا طبيعتي وايد قانونية زيادة عن اللازم. ملتزمة وايد. فاليوم بالنسبة لي وأنا ماشية بالشارع ملتفتة أقول حق جلدي محمد، أقول محمد تشايف إحنا أول مرة نطلع بحظر، يعني أنا مستغربة. وما شاء الله شفت شيء مشرف وأنا بالطريق، شفت نقاط التفتيش بين مكان ومكان ويسألون ويتحرون، يعني جد عيال الكويت مفخرة. الحمد لله. من أول مثلا وزرائنا والجهد اللي هم قاعد يقومون فيه إلى الجنود المجهول اللي تحتهم لعاملين اللي ما نعرف حتى أسمائهم ولكن نشوف أعمالهم. وطبعا المفخرة الكبيرة أكيد المتطوعين عيال الكويت اللي قدموا شيء يعني تركوا بصمة. أنا كنت أفتكر بس أيام الغزو لما كنا صغار، لكن اللي شفته الحين شيء مفخرة يخليني يعني أفتخر أني أنا كويتية وأني أنا تحت مظلة صاحب السمو. وأكيد ما ننسى بعد الشعب الكويتي اللي إحنا منهم الصامدين في بيوتهم وملتزمين وحافظين القوانين اللي فرضتها علينا الدولة حفظا لسلامتنا. يعني ونستسمحك أن اليوم يعني نزلناكم الشاليه. إيه إحنا مش عليه يعني هذا والله أنا اللي اعتذر لكم لأني طرشتوا لي سيارة ما قصرتوا إلى الشاليه. لا بالعكس نحطكم على رأسنا يعني. الله يطول عمرك. محمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شلونك مع الحظر؟ يعني الوالدة قالت هي قانونية فبالتالي ملتزمة بالحظر، يعني قاعد تمشي على القانون، أنت شلونك مع الحظر والتزامك وشلون قاعد تقضي وقتك خلال هذه الفترة؟ والله طال عمرك سألني قبل نيني اللقاء قال لي قبل الهواء قال لي إنه منو يعني ما في احد كويتي حيتوقع ما دش المطبخ. فدشيت يعني اول مره ادش المطبخ بسالفه الحظر مع الكورونا. يعني مع الكورونا قمنا نلهي نفسنا باللي نقدر عليه. حتى الرياضه يعني زودناها، يعني قبل كنا مثلا اذا كنا نروح مثلا 3 أو 4 مرات بالاسبوع، الحين لا مجبور انك تروح كل يوم مثلا تلعب رياضه. اللي تقدر عليه في البيت يعني تجهز عندك في البيت اكيد. اي أكيد إنه مو بس إن رياضة وإنه طبخ وكذي، يعني أنا يعني قاعد ألهي نفسي بأشياء ثانية مثل في منزل أبليكيشن اللي قلت لك عنه اللي هو الـ Q8 تريد خاص بالتداول وبالفوركس العملات الكوميديتيز الإندكتس اللي هو الذهب والبترول والأشياء. ومنها إنه يعني أفيد، يعني غير إنه بس أدري إنه حظر وان استفيد باليوم انه ما يروح علي شيء يعني جايك. وحب الرياضه مبارك شكله بالعائله كلها كان شوف معنا. اي مبارك حبيبي مبارك الله يحفظك. احنا الله يعزك عندنا في الجيم في الشاليه عندنا جيم حلو بس صج على البحر وحلو، بس مبارك ما قام يلعب فيه فعندنا ملعب كره قدم، فكل يوم هو وفي صديق عزيز اللي هو ثابت قاعد معنا في البيت طول فتره الكورونا، وحتى بنت خوله تشاركه. استاذة خولة بتكلم، يعني انت استاذة خولة معروفة اجتماعيا يعني اجتماعيا وزياراتك في هذه الفترة، كيف هي التواصل مع الاهل مع الاصدقاء مع يعني الوالدة الله يحفظها؟ انا بنتكلم على الوالدة تورده الحمد لله على السلامة، يعني كيف لما كانت خارج الكويت كانت في الامارات، يعني شنو صار معاكم بالضبط وصولها قبل 3 أيام اعتقد كان؟ انزين خلينا نتكلم عن الموضوع. الله يطول عمرك. شوف الوالده كانت اولا في المانيا تاخذ العلاج، الله يمد بعمرها يا رب ان شاء الله، وعقب المانيا توجهت الى باريس عشان ترتاح شوي، فصار الموضوع مال الكورونا يعني ما كنا نعلم عنه يعني. فباريس صار الوضع فيها جدا سيء، فاصبحت لازم تطير منها يعني ما شاء الله احنا الكويت ترى نعتبر يعني بالمراتب شويه العاليه، يعني يبينا بس ضبط نفس وتعاون وان شاء الله نعدي. فانتقلت عاد من باريس راحت الامارات طبعا في بيتها وبعزها وبمكانها وتمت موجوده هناك.
بالنسبة للوالدة تدري رافقها طاقم طبي ومعها أختي حبيبة الله يحفظها، فجيتها الكويت في عز أنك توديها حجر مؤسسي أو صعب يعني حق حالتها الصحيه صعب. الصوره هذه يلا يطول عمرها يا رب ان شاء الله يخليها على راسنا. فالحمد لله سمحت، وافقوا الجهات المختصه بالكويت ان سمحوا لدخول طيارات الخاصه. الله بعد الصوره راح نطلع لك صور اليوم ما شفتيها قبل. الله يرحمك ايوه منين طلعتوا هالصور حضرتك وينك هني بالصور مو مبينه ولا واحده فيهم ولا واحده زين. فبس الله يطول عمرك فانتقلت قعدت في الامارات، كان مضي تقريبا كل 4 أو 5 أيام ينتقل لها طاقم طبي في البيت ويسوي تشيك بس حرصا على سلامتها، لان من فتره بسيطه مسويه كانت عمليه في دعامات في القلب فخايفين عليها. تدري انت كبار السن معرضين اكثر، بس من اللي على قلبها هي صحيا سليمه ومن احسن ما يكون. طبعا قلبي تفرفت عليها، انا امنيتي اني اروح لها، والتصريح سهل انك تطلعه يعني لو كلمت اي احد سهل انك توصلها، لكن مصلحه البلد اهم صح. من هذا الامر صح. فانت هني التضحيه لازم تكون واجبه. انا يوميا اتواصل معاها ويوميا اطرش لها حلو، وكانه عاده رمضان الاوليه من امس، اول امس طرش لها واليوم طرش لها، وافرح لما اسمع تعليقها و... طب ادري لما في احد يجي، وادري انهم مسكرين على نفسهم، هم يعني امي هم من النوع الملتزم وكثير فوق ما تتخيل. فرميتها كذي في ملعبها، قلت لها ماما ما يخالف امر عليك اشوفك، كنت بشوف رده فعلها تقول لا يا بنتي الكويت اهم، لا خليك كلها من اسبوعين الى 28 يوم وباذن الله تجين عندي ان شاء الله. احنا نقول هذه فتره ان شاء الله ويعني راح تعدي ونتباعد بهالفتره عشان نجتمع ان شاء الله على خير. وبعدين دام ذكرنا العائله احنا ويانا اليوم يعني كان نطبق التباعد الاجتماعي اللي موجود عندنا من خلال الابلكيشنات المختلفه، التواصل الالكتروني اليوم قاعد يسهل علينا اللقاءات صحيح. فالحين معانا على الهواء مبارك، اكيد اخو محمد على الشاشة يكون معانا الحين. مبارك مساك الله بالخير وكل عام بخير. مساك الله بالنور. مساك الله بالنور، هلا بالحبيب، حياك الله وانت بخير وصحة وسلامة منا ومنك يا رب. قل لنا مبارك وين موجود حاليا، ايش قاعد تسوي بالشاليه؟ احنا طال عمرك يحلوك. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير مبارك. مساك الله بالنور البغالي. مساك الله بالخير مبارك. يقولوا انت رياضي يعني، الوالده تقول مبارك اربع جاب للجيم وهالاجهزه ويهدني بعد. شنو موضوع الرياضه وياك؟ لا لا بعد يعني لان لازم نغير الجو شويه، عندنا التزامات يعني لازم نسويها، ارشادات من المنظمات الصحيه والدوله نفسها، فلازم نلتزم فيها فنلهي نفسنا. حلو، فصار يعني الجدول كله رياضة بالبيت وشوي مع خولة الله يحفظها ويخليها، خولة صغيرة أنا أقصد. هي اللي تشجعني. الله يحفظها. نزلها ويا الملعب أمس. موجودة ويا الملعب. نزلها ويا الملعب وقاعد يلعب رياضة، وهي قاعدة فوق الحديد وهي دز الحديد. تشاركنا بكل شيء. إي حلو. ما عندنا غيرها. حتى بالجوري كل شيء تشاركنا، تبي تكون ويانا. مبارك بالنسبة حق الرياضة يعني اللي فهمنا أنت يعني الوالدة أكدت كذا مرة تقولها الفنتس والرياضة، يعني بنتك خولة يعني هل دخلتها وياك هي صغيرة بسلامتها سنتين. يعني كم عمرها الله يحافظها؟ تقريبا سنتين إلا سنتين إلا كم شهر. إنزين سنتين إلا كم شهر. بالنسبة حق الرياضة هل ممكن تكون لعبة فيما بعد أخوي مبارك؟ توقع لها شيء ما دام العائلة كلها رياضية؟ راح نتكلم مع الوالدة بعد شوية، مهتمة بالرياضة. الله طال عمرك، هي اسمها مسمي نفسها خاصة حول مبارك اللي عندكم الاستوديو كانت فضحني. صح. هذه معلومة جديدة، هذه راح نتكلم عنها. فبالعكس اي والله ما فيها شيء. ايام ريايل وحريم تشوف ما فيها شيء يعني ميداليه، كم ميداليه ذهبيه ريايل وحريم، ما فيها شيء ابدا. واللي عندكم بالاستوديو هي يعني بطله الكويت، انا شعري ماني شغاله. انزين مبارك، شنو الرساله تحب توصلها اليوم للوالده واخوك محمد دام موجودين معانا؟ تبي تشي كل اهل الكويت يسمعون الرساله. الفضل لله ثم للوالده ان هي مضبطتنا بكل شيء دائما، فحتى بالحظر والكورونا والله هي مو مقصره ويانا باي شيء، حتى نلعب اسئله نلاقي نفسنا باكتيفيتيز عندنا فعاليات، فالفضل الله ثم للوالده هي ما قصرت ابدا لنا. واتمنى الكل يعني يلتزم بالقوانين الدوله
من اهم شيء صحه شعبنا. انت تقول والله انا المضادات في زوارات ما في دواوين غبقات وغيره، بس اذا انت تبي رمضان ثاني وثالث لازم تلتزم على القوانين. صحيح ان شاء الله يا رب. كل الشكر لك على مشاركتك معنا اليوم في ليالي الكويت، مشكور، وان شاء الله ما نطول على الوالده وتكون قريب وياك. نعم نسهر للصبح كل يوم لإلى الفجر، نصلي الجماعة ونتوكل على الله. بعد الليل صاير قصير، احنا عندنا فقرة في برنامج الكويت اسمها على البال، واحنا راح بعد شوي نتكلم منه اللي دائما على بالكم، لكن نذكر فيها شخصيات مرت على الكويت، وعندنا اليوم اكيد شخصيه كبيره السيد مبارك الحساوي رحمه الله عليه، راح نتذكر مع المشاهدين من خلال هذا التقرير ونرجع نتواصل معاكم في حلقتنا في ليالي الكويت. هو من رجالات الكويت المخلصين، ساهم بشكل كبير في تنمية عجلة الاقتصاد في الكويت من خلال العديد من المشاريع الاقتصادية، له دور سياسي بارز حيث كان عضواً في المجلس التأسيسي عام 1962 ومجلس الأمة الثاني والثالث، قدم من خلالها العديد من الإنجازات. رحلت وستبقى ذكراك في القلوب. رحمة الله عليه إن شاء الله. أستاذة خولة، شفنا هذا التقرير السريع، ذكرياتك مع الوالد رحمة الله عليه خاصة في شهر رمضان، ومع الوالدة الله يحفظها خاصة في شهر رمضان الجمعات، وشنو الطقوس اللي كانت تسوونها وذكرياتك مع الوالد بشكل خاص؟ أنا أشوف الله يطول عمرك، أنا شوي يمكن جسديا ضعيفة في الصيام، فكنت قليل أروح أفطر عند والدي، يعني يمكن بشهر الفضيل يمكن أفطر 10 أيام، وأبوي يعذرني، يدري فيني أنا وايد أتعب وأمي تدري فيني، لكن بعد ما أنسى أصلي العشاء الله يحفظ الله يغفر له، هو يروح على طول يلف على الدواوين، وله أيام ولا زال الديوانة مفتوح في رمضان، بس طبعا في هذا الشهر أكيد لا، بالفترة كورونا لا. فبعد التراويح تقريبا على الساعة نقول التراويح يخلص يعني على 10 يكون متواجد في البيت، فهذه جمعتنا معاه تقريبا ليل واحدة مع بعض. شو أقول لك يعني، ما بيسترسل لا تبتشيني يعني، هو الله يغفر له شيء كبير، مو شيء عادي بالنسبة لنا، ومو بس حقي، حقي وحق عيالي وحق أخواني وعيالهم وأحفادهم، يعني مدرسة حضيض اللي كان في ظل مدرسة مبارك الحساوي، تعلمنا منه وايد، قاعد نجتهد ونمشي في الخطة مالته على قدر استطاعتنا، ويعلنا نوصل ربعه، مو قده ربعه، ما حد فينا قادر يوصل. يعني أنا كنت أتذكر أشوف أبوي أعماله الخيرية اللي كان يسويها والأشياء اللي كان يقدمها، فتلاقيني أحرص طبعا، يمكن على مدار السنة نسويها في أشياء كثيرة مبرتة تسويها، وفي أشياء خواتي وإخواني كلهم يسعون من حبهم له ووفائهم له، يعني هذا أقل جميل ترد له وهو تحت التراب. فكنت أحرص أني أسوي له الأعمال اللي هو يحبها، اللي مو قابلة للنشر، مو قابلة للإعلام، فهذا الأمر وايد كنت أهتم فيه وسويت له كذا موضوع. يعني بالإضافة للأشياء اللي قدمناها، يمكن إحنا كأنا وضعي بالذات أني صعب علي أني أروح أتطوع، لأن عندي طفل داون سيندروم في البيت وأخاف عليه وأخشى الأمر عليه، وقلت لك أنا القائمة على أسرتي، فالتطوع قبل شوية سولف أنا ومحمد والمعد، أقول له التطوع عادة يمكن يكون بنصيحة، يمكن يكون في مالك، يمكن يكون في صمودك في البيت، يمكن يكون في عمل خيري. فأنا اهتميت أني أنا بعد ما اشتد الأمر أني أسكر مكتبي، وحين مسكر طبعا مكتبي صار له فترة، وتوجهت للعمل الخيري بس امتدادا لما تعلمناه من الله يغفر له، وقدمنا الكثير، وأنا أدري أن الكويت نعتبر أمامها مقصرين أكيد مهما سوينا، عطتنا وايد. أي والله يكفي وبينا على ترابها. أكيد محمد تتذكر يدك الله يرحمه، أنت كنت صغير يمكن لما توفى، لكن شنو الذكريات يعني اللي تذكرها منه؟ أنا يدي توفى 2005، تذكر كنا دايم بيتنا المسيلة في البيت الصغير، كان يجمع الأحفاد كلهم والله بدش داشة النوم يدش ويغوص ويلعب بيننا. وأتذكر
كنا دائم بس نسافر، هالموقف ما أنساه، بس نركب الطيارة أمي تدق عليه، كانت مثلا يسولف بالتلفون، كان يسأل عن واحد واحد هنا، يعني مو بس اللي بس يختم بالتلفون مع الوالدة، خليه يكلم فيكم واحد، يكلم واحد واحد فينا، بتروحون كم يوم، شنو بتسوون، ديروا بالكم على بعض، كان واحد واحد فينا رحمة الله. في بعد موقف أتذكره، كنت وانت صغير لما نقعد ببيت المسيلة، مو قلت لك نتجمع كلنا، فاحنا الأحفاد على جنب وفي طبعا الكبار على جنب، كان يقول لي مثلا، يقول حق خالك ان فلان مثلا يقول لك كذي، يحاول يربط عصا، لاصق في ابوي وايد ويستانس ابوي شيء يربط عصا، اروح مثلا اقول ترى قال عنك هذاك كذي كلمه مثلا او شيء او موقف قال حش فيك مثلا، يروح مثلا يقول ليش قلت لي كذي محمد قال لي، ويدي يموت ضحك، يضحك وايد غش ما تكون رحمه الله عليه. لكن الحين هو مع الكبير كبير ومع الصغير صغير، يعني حتى لو يقعد مع محمد، محمد عنده مشروع صغير تلاقيه يندمج ويوضح ويشرح، يعني لو انا يمكن ما لي خلق اقول لك مثلا، يعني رغم اني انا ربيت اربع شباب، لكن هو ما شاء الله عليه كل واحد يعامله على مستوى عقله. زين استاذ خوله، لما صرت يده الحين مع خوله الصغيره نفس الشعور ولا مختلف؟ قلت لك ما حد يوصل مواصيله، نحاول نصير مثله. طبعا انا كل يوم والله بالليل استودع نفسي واستودع اولادي وامي واحبابي واهل الكويت كلهم، لان احنا ما نعلم نصبح ولا ما نصبح، يعني ما تدري، خاصه في هذه الظروف اللي احنا قاعد نمر فيها. لكن انا اكد على كلام مبارك، هم شباب، لو كانوا بنات يمكن سهل تحكرهم في البيت، لكن لانهم شباب فانا حرصت كل الحرص اني اوفر لهم اشياء اللي يستانسون فيها في البيت. سوينا حظيره على طاري خوله، حظيره ما شخص عزيز علينا الله يمسيه بالخير جاب لنا صخول، ترى اسهل لنا صخول وبرد، اعتقد قاعد يسمعنا الحين، حق خوله صغيره، حق خوله، واحنا جايبين من اول طواويس ودياجه وحمام وكذي، فهذا تسليه، عرفت، حق عشان تونس. نبي نشوف صوره الحين بعد انك استاذ خوله، ما تعرفينها ولا لا؟ اي هذه حلوه، قلت لك مع ابوها بالملعب، لا خلاص رياضيه خلاص. في شبه منك؟ والله كلها حلا، كلها ابوها وامها. ما شاء الله، لا تبارك الله عندك غير طبيعي. الله يحفظها ان شاء الله، وكل ما تكبر يزيد غلاها. استاذه خوله، بتكلم ويا انت ما شاء الله، يعني غير العمل الخيري، غير المجال القانوني، نشطه في مجال السوشيال ميديا، وقاعد نشوف خاصه في ازمه كورونا او كوفيد 19 وايد رسائل ايجابيه قاعد تبثيها من خلال تويتر او من خلال انستغرام. خلينا نتكلم عن هذه، يعني نشاطك في السوشيال ميديا خاصه في هذه الفتره والرسائل الايجابيه. يعني انا عندي مقوله امشي وراها على طول، اقول من رضى بقضاء الله رضاه الله بجمال قدره. صح، فاحنا هذا امر الله وقضائه. فلو تلاحظ أنت يمكن تغريداتي كلها تحت هالعبارة، يعني دائما أحاول على قدر استطاعتي أني أمسح على قلبي قبل أمسح على قلوب الناس، أنصح نفسي قبل أنصح الناس. يعني إحنا في وقت إذا ما كان عندنا ضبط نفس وما كان عندنا تعاون وما حطينا إيدنا بإيد بعض، فإحنا راح ينفلت زمام الأمور. نعلم علم اليقين أن صاحب السمو على رأسنا ومظلتنا وخيمتنا، ونعرف لا ونعرف أن الكويت صغيرة بحجمها وكبيرة بأفعالها، لكن الأزمة اللي احنا نمر فيها أكبر منه، هذا الكل لازم يفهمه. ولما نقول كورونا ونقول وباء لازم نستشعر هالكلمة. صح، نعرف أنها كلمة مو سهلة، يعني في لحظة إذا كنا 1000 يمكن نصير 100 يمكن نصير زيرو. فإذا ما واحدنا يشجع الثاني، ما واحدنا يبث الإيجابية في صدر الثاني ويثبت الثاني ويخلق أجواء حلوة في بيته عشان يسيطر على أهل بيته، ولا راح ينفلت منه زمام الأمور. لأن لا وزير الصحة راح يقدر يسيطر عليك. صح، ولا وزير الداخلية يسيطر عليك إذا ما عندك أنت سيطرة داخلية، ما عندك ثقافة عالية. كين مسؤولية تكون بالبداية شخصية، عندك واليوم عندك تكون من الشخص نفسه. صحيح، لأن هم صراحة قلت لك أنا بأول ما بدينا يرفع لهم القبعة، يعني سواء عطوا أو إيش ما سووا وهم قاعد يسوون فوق طاقتهم. نعم، واليوم احنا قاعد نشوف، يعني محمد ودي تشاركني بهالموضوع، كونك شاب وكنت يعني قاعد تدرس في الجامعه ووقفت الدراسه. صح، فاليوم قاعد تشوف الشباب اغلبهم الشباب الكويتي قاعد يتطوع باماكن مختلفه، وكل ما في مجال انه يتطوع سواء بجمعيه سواء بالصحه بالمطار. اليوم قاعد نشوف ايضا من المواطنين يمكن اللي موجودين في الصفوف الاولى وبعضهم تم اصابتهم اليوم، هم اعلنوا عن اعداد. ما سمعت. اي نعم، فشنو شلون شايف هذا الوضع انت كشاب كويتي قاعد تشوف
وغيرك من الشباب قاعد يروح وقاعد يتبرع بكل ما يقدر. والله فخر. أنا ذاك اليوم كنت بالإنستغرام، تعرف نتواصل باللايف. صحيح. فعندي واحد من ربعي من عن منطقتي متطوع بالجمعية، وقعدت أقول له يعني ما شاء الله عليك أنت، يعني أنا أشوفك قدامي شيء كبير، لأن يعني كلنا فينا، يعني فينا الصحة نقدر نروح نتطوع وكل شيء، بس قلت له أنا خاف أكيد قلت له أخاف على صحتي وأخاف على صحة أهلي اللي في البيت. أنا محمد من النوع اللي ما يقعد في البيت، ما قعد كل يوم تقول لي، كل يوم تقول لي يعني مبارك ملتزم، ضاري ملتزم، محمد الآن ملتزم أكثر من أخوانه. أنا مستغرب تقول لي أنزل ملتزم ولا مو ملتزم؟ حاليا ملتزم أكثر من أخوانه، كل يوم أنزل، كل يوم عشان كذي أقول مصدق إن أنت في البيت لأنك تخاف عليهم، لأن يعني المرض هذا قاعد ينتقل بشكل سريع ومو عارفين شلون ينتقل، فأنت لما تحافظ على نفسك ووجودك في البيت قاعد تحافظ على أهلك أيضا. لكن اللي قاعد تقول عنهم اللي قاعد يتطوعون اللي بالجمعيات وبالمطار وكذي، لا والله جد فخر، فخر يرفعون الرأس. استاذ خولة، يعني عائلة الحساوي عائلة رياضية، فواز الحساوي استاذ خولة ايضا لها اهتمام بالرياضة خاصة نادي النصر، يعني انت يعني مشجعة لنادي النصر بشكل غير طبيعي وعضو شرف اعتقد. اي عضو شرف دائم بعد دائم. خلينا نتكلم عن يعني اهتمامك بالرياضة وكرة القدم بشكل عام ونادي النصر بشكل خاص. شوف نادي النصر يعني يمكن ترى من البدايات هو يمكن أكثر شيء، أكثر نادي هو والهلال هم أقوى ناديين بالسعودية، ولكن بالفترة الأخيرة انضم صار الأهلي بقوة دخل وياهم. إخفاق نادي النصر من فترة طويلة وايد ناس يعني طاح من عينهم، مع العلم أنه لا مثل القادسية والعربي، بعد قلب العربي كله يطنزل عليهم ليش ما يأخذون الكاس، بس العربي حد يستهين فيه؟ نووي ما حد يستهين فيه. فالنصر ما شاء الله عليه يعني شوفه في الآونة الأخيرة يعني نادي مشرف، ولكن الظرف اللي احنا فيه ما خلانا نتابع. شنو موضوع يقول في مباريات انت شريت التذاكر كلها او مجموعة؟ لا 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 او مجموعة اشاعات، هذه اشاعات عندنا بالكويت مجموعة او مجموعة كبيرة. شوف انا شوف اي مباراة كانت النصر والهلال 3000 تذكرة ولا 4000 تذكرة، وفي بعض الشباب نقلتهم عن طريق سيارات إلى النادي يعني ساعدناهم، أعطي مكافآت حق اللاعبين، وكان محمد ومبارك هم اللي يروحون يودون المكافآت كل ما يأخذون الدوري أو يأخذون الكأس. بس أسوي بشيء بشكل متواضع، أعبر عن حبي، لأن أنا صحيح عضو شرف، لكن بالنهاية أنا مشجعة قاعدة على المدرج. يعني أنا لا أشق ولا أخيط في الإدارة ولا أحب أتدخل. يعني أنت تعرف لما تحب الشيء قصبا عليك يعني تندفع له. لا مباراة لهم ونغلبه شو راح تسوي؟ حزت محمد أنت موجود قاعد شو قدامك، يعني قد تكون شهادتها مجروحة في نادي النصر، صير هوشة عندنا، يعني أنت قاعد داخل البيت أو المدرجات ونغلبه النصر أكثر واحد يطفرني على فكرة. ترجع مرات مثلا تكون متأخرة بالمكتب مثلا في مباراة العصر، ترجع يلا بسرعة بسرعة تلفزيون النصر تلفزيون. وإذا نغلبه ذاك اليوم شنو نفسيته تكون ذاك اليوم بالبيت؟ شوف انا ما راح اقول لك اذا بقول لك اذا فازوا خلني اسمع اذا فازوا. اذا فازوا شوف التويتات اللي تنزل، انزل تغريده واحده قسما بالله تليفوني ينتفض الابتسامه تشق الحلج. لا السعوديين شعب وفي، شعب عاطفي نفس شعب الكويتي، بس محب للرياضة أكثر. صحيح. ما عليك بالانفتاح اللي هم فيه الحين، طبعا هذا شيء أكيد شيء زين، وكان رح يجي اليوم اللي يوصلون للي وصلوا الحين، لكن أنا ما أتكلم عن هذا الأمر، أنا أتكلم عن الرياضة. السعوديين محبين للرياضة وايد أوفر يعني، ويقدسون اللي يحبهم يعني يشجعونه، يخلونك قصب تندمج أكثر معهم. كل الرياضة الخليجية وكل حتى المشجعين في الخليج الكل قاعد يحب رياضته، والكل يعني يعتز في 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 أنديته. بس الأداء السعودي قوي لما تيجي تقارنه على المستوى الخليجي يعتبر الأول. أكيد تحية لهم لكل الجمهور السعودي اللي قاعد يتابعنا. إحنا ما يصير يعني نختم الحلقة ويأخذنا الوقت ما نتكلم على عن فواز. يعني فواز اليوم يعني احد ابناء الداون، ودي اتكلم على المعامله اللي قاعد تعاملينه اليوم عندنا في بيوتنا بالكويت، يعني اكثر من شخص من الداون، يعني ودنا نتكلم خلال هذه الفتره اللي دشينا في وباء كورونا شلون قاعدين، يعني من خبرتك مع مبارك. انا تمنيته يدخل ويا مبارك ويسمعكم يقول شنو هير از كورونا ذير از كورونا كورونا از افري وير. فواز تحكي انجليزي طبعا. انت عشان شوف فواز يعتبر حالات داون سيندروم المتقدمه وايد،
بغض النظر أني أنا اجتهدت وتعبت معاه من دي ون من أول ما جبته، بس هو ساعدني، هو وايد متقدم. أكثر الدكاترة اللي عرضت فواز عليه كلهم قالوا لي ركزي على لغة واحدة، فبما أن كانوا دكاترته يتحجون إنجليزي ومربيته اللي معه تحجى إنجليزي، فاضطريت أخذ نفس المسار. فأنا ما كان يهمني إلا أني أطلع معاه بلغة، ومن فضل الله يعني فواز يعتبر ترى سوي بنسبة لا تقل عن 80% عشان لا أبالغ، يعني عايش معانا كل اللحظات وفاهم كل شيء وعارف كل شيء. شو بتقولي مبارك حق الأهل اليوم اللي عندهم في بيوتهم يعني شخص أو ولد في داون؟ بالختام توصيهم رسالة قصيرة حق البنات اللي عندهم داون سيندروم. نعم. أنت لو تعرف الله يطول لي عمرك إيش كثر يدخلون عليه بالإنستغرام بالخاص نفس سؤالك يسألوني. أنا طبعا فخورة بفواز، مو عشان ولدي، فخورة أن رب العباد اختارني من بين البشر وعطاني فواز. صحيح. لأني أعلم علم اليقين هو باب جنتي. صحيح. فلا أحد بيصرف عليه عشان أنا أستحي منه، ولا أحد يعني بلبسه ولا بعلمه، أنا اللي مسؤولة عنه وأنا اللي قايمة فيه، من بعدي إخوان الثلاث ما رح يخلونه. فعشان كذي أقول لك أنا فخورة وأعلم الأجر العظيم اللي أنا رح أشوفه من رب العباد. أنا بطبيعتي يمكن شوية يمكن أوكي قلت لك قانونية، بس أنا وايد أخاف الله ووايد ملتزمة ووايد قريت عن هذا الأمر. فأنا أدري أن أعلم أن أنا وغيري من الأمهات اللي ملتزمين في تربية أولادهم المفروض ترفع رأسها فوق. أيوة. وتعرف أن الله اختارك في, 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 في يوم نلتقي مع رب العباد، أهل البلاء يقولون حق رب العباد بس ابتليتني هالبلوى لما يشوفون الأجر العظيم. صحيح. ليش ما ابتليتني أكثر؟ طبعا أنا ماني حافظ الحديث الشريف ينقصني الآن، فأنا بس أطمن الأمهات وأطمن الأبهات لأن هذا بيمسكك بيمينك ويدخل جنات النعيم لك الأجر إن شاء الله، فأفخري فيه يعني إن شاء الله يا رب. إحنا وصلنا للختام راشد. نعم يعني نشكركم على وجودكم اليوم في ليالي الكويت. فيه كلمة أخيرة حابين تقولونها تفضلوا. والله أنا في موضوع بس إحنا ما سولفنا عنه، يعني اللي شوي كان يعني إحنا سولفنا عن إيجابيات كورونا، بس يمكن الموضوع الأخير ما سولفنا عنه عن سلبياتها، عن وضع التركيبة السكانية اللي موجودة في البلد. يعني أتمنى يكون فيها نظرة إيجابية أكثر، نظرة قوية أكثر، عشان لا يتأثر الشعب الكويتي ولا تصير هالمشاكل اللي إحنا قاعد نشوفها الآن. يعني الحمد لله هم مسيطرين عليها الحمد لله، ولكن نتمنى أن يكون لها نظرة قوية أكثر. لا يعني حتى قرارات مجلس الوزراء أستاذة خولة، يعني كل القرارات اللي قاعد تنصب حاليا في موضوع التركيبة السكانية، وهناك بالتأكيد دروس مستفادة راح تكون موضوع يعني كورونا ترى مستقبل سلبي، بس هو سلبي ترى وكل شيء بيتغير، مثل يعني ان شاء الله الامور ايجابيه اكثر باذن الله. مجلس الوزراء جميع الوزراء هناك بالتاكيد هناك دراسات كثيره موجوده، سيتم تغيير جميع هذه الامور من السلبيه ان كانت سلبيه الى ايجابيه. استاذ خول الحساوي كل الشكر لك، الله يطول عمرك، عساك على القوه، الله يعزك، والله يحفظك. واخونا محمد عساك على القوه ومبارك اللي كان معانا، وتوصلون الشاليه ان شاء الله وتكمل رياضتك، ومبارك سلموني على مبارك وعلى خول الصغير. مشكورين على استضافتكم لنا، يعطيكم العافية. وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة، حلقة جديدة معنا معكم باكر، تصبحون على خير وفي أمان الله. مع السلامة إن شاء الله.